السلام عليكم خوتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نفصل معكم واحد جلابة خفيفة ديال الصيف، غتكون فيها داك الكانو. غنخيط بها، ندير لها الكانو في الصدر وفي الكميمات، وغتجي غير مطرقة خفيفة ديال الصيف وسهله في الخياطه ولا في الفصاله ديالها. كلكم ديروها في نص ساعه المكانه، تفصلوها وتخيطوها. كيكونوا مطلوبين هاد الجليبات هادو في الصيف. هنا عندي الثوب فيه 2.5 متر، كما كتشوفوا الثوب هذا راه خفيف، هذا ديال داير بحال الشكل ديال الكريب، وانما خفيف ديال الصيف. حتى الثمن ديالو رخيص، هذا كيدير شي 15 درهم المتر كما كتشوفوا. هذه هي، هذا هو الطول ديال الثوب، هذه الحاشيه ديالو، هذا الطول ديال الثوب عندي فيه 2.5 متر. وغادي نفصلو في التنكيس باش الجلابه غادي تجيني دايره وما غتكونش عندها الفتاحي كاع، نديرها مسدوده. وهذا اللي من جهتي هو المنكب، فيه 1.5 متر، هذا هنايا منكب، نطوي هكا على جوج كما كتشوفوا. هنا قلت لكم هذا هو الطول، راه عندي مطوي على جوج، غنولي نطويها على 4. نطوي غير داكشي اللي غير خاصني في الدوفه من التحت. الا كنت غادي ندير فيها 40 ولا اكثر، نشوف. انا غندير فيها 43 في الدوفه، حيت ما بغاتهاش هي تجيها ايفازي بزاف. صافي، ونحبسها هنايا، انا غنعلم. وهاد المسافه اللي عندي هنايا هادي راه مطويه على جوج، غادي تبقى لي ديال الكمام والقب. ملي نخرج لكم الكمام ديالي والقب، صافي كما كتشوفوا هنا فين عندي مطوي نقادو. صافي، وهاد المسافه اللي عندي من هنا لهنا لهاد هادي غنخرج منها الكمام. صافي، غنحط العبارات ديالي، عندي في الكتاف 21، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. هنا غادي نهبط 3 سنتيم، 8 سنتيم ديال الدورة ديال الرقابة، ونهبط هنايا 2 سنتيم الدورة ديال الخلف. صافي، ندورها هكا غير بيديا. غادي نهبط هنايا 22 قبل ثاني شان تكون عندي عاد 22. الدورة ديال الصدر عندي فيها 28، ونزيد سنتيم ديال الخياطة. وغادي نسير هاد الخط هذا هكا، وهذا غيطلع هكا. غادي نهبط 14، والحوض غادي نهبط 14. غادي ندخل 2 سنتيم على الصدر، دائما الجلابة كندخلو فيها 2 سنتيم على الصدر. الحوض عندي فيه 31،
صافي هذا هو التركيب ديالها كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهاد الدور هذه راه يمكن لكم ديروها غير بيديكم الا ما عندكمش البيستولي. غادي نطيح الكتاف 3 سنتيم اللي عندي هنايا اللي طحت بهم هنا نسالهم مع هاد النقطه اللي عندي هنايا ديال على الكتف. صافي دابا غادي نقطع. غادي نكحز دابا وغادي نكمل الطراساج ديالي حتى لتحت. عندي في الطول عندي 1.40 متر وغادي نشد من هنايا كما كتشوفوا هنا من اعلى الكتف. هذه هي الدوره ديال الرقبه وهذو الكتف وغادي نشد من هنايا حط السنتيم ديالي. هنا فين عندي 40 وغادي نحط 7 سنتيم ديال العطفه من التحت. هنا كنحط مثلث وكندي خط مستقيم. غنشد من هنايا فين حبست بالمقص غادي نحط هكايا وغادي نحط هنايا فين حطيت العبار ديالي هنايا هذه هي النقطه. الايفازي هذه يمكن لكم تخرجوا حتى 50 سنتيم في الايفازي. هذه مولاتها ما بغاتش يكون ايفازي بزاف درت لها 43. هنايا الجناب غادي نطلع واحد 3 سنتيم باش ما تجينيش الجلابه طايحه من الجناب. وغادي نصيلها لهنا المنتصف هكا غنديها غير بيديا. كما شفتوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نحيد الخلف هنايا غادي نهبط في الدوره ديال الرقبه ديال الامام نهبط 11 سنتيم وغادي ندورها هكايا. يمكننا ندوروها بالبيستولي ولا ندوروها غير بيدينا نجيبوها هكا ما كندخلوهاش بزاف ما كنجيبوهاش دايره هكا بحال الدوره ديال القفطان ولا ديال القميص كنديروها هكا شويه كنجيبوها مايله غير شي شويه. هنايا من الكتف ديال الامام غادي نقص 1 سنتيم ونص وغادي نهبط واحد 14 سنتيم وندخل 2 سنتيم هنا في ديال الامام التركيز ديال الامام صافي ونخرج هنايا زيرو وهنا عاود كذلك نخرج زيرو. نعبر نشوف شحال فيه. فيه 29 غنجيب هاد الطرف هذا هذا هو اللي قلت لكم غنخرج منه الكمام والقب. يمكننا نخليوه هكا ونوصلو على هاد الشكل هذا ولا يمكننا نحلوه ونوصلو نحلوه هكايا
ونطويو على 4. انا نخليها هكايا، شتو انا قديت هنا الثوب ديالي وليت طويتو هكا على 4، كان عندنا هكا محلول طويتو هكا على 4. دابا غنحط البارات، غنحط هنايا في العرض 26، هي عندي هنايا 26 نيشان، وغادي نهبط من هنايا 12 سنتيم. غنحط الطول ديال الكمام، عندي في الطول ديال الكمام 28 58 عفوا، ونزيد 3 سنتيم ديال الخياطه. راس الكم غندير فيه 15، الخياطه وكل شيء غندير 15. غنحط الدوره ديال الدرع ديالي، انا هبط 7 سنتيم من هاد النقطه هادي، عندي 21، نزيد سنتيم ديال الخياطه. غنجيب البيستولي وغنحطها على هاد النقطه هادي من هنايا باش نقص داك 2 سنتيم اللي عندي هنايا باش ما يبقاليش الكم مخنشش. كنحيدو داك 2 سنتيم اللي عندنا هنايا، وهاد المسافه هادي كنقسمها على 2، وهادي كنولي نقسمها على 2، وهادي على 2. كنخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم. فهاد العمليه هادي راني درتها معكم شحال من مره، وهنايا راه هبطت هنا هاد النهار غير 12، مولفه كنهبط ب 13 على حسب ملي كتكون الكليانه عامره شويه، راه ما كنهبطولهاش ب 13، كنهبطولها ب 12. هادي مولاتها شويه عامره، و 13 كتجي في الرومي، اكثريه كتجي في الرومي مزيانه، وكنديرها انا حتى في الجلالب، ولكن ملي كتكون غير جلابه هكا ديال الاستعمال اليومي يكون نهار نهبطو غير 12 من الاحسن. هادو هما الكمام ديالنا، كما شفتو هادو هما الكمام ديالنا. ندير لها نديرهم كمان هنايا، كما شفتو راه عندي 29 هنايا على حساب، واخا درت 16 او واخا درت 26 هنا في العرض، راه فاش كنهبط داك 12 ولا داك 13 راه كيتزادوا لنا 3 سنتيم. هاد الطرف اللي شاط انا يخرج منه القب، باش هنا عندي الباترون ديال القب، راه حاطاه معاكم في القناه اللي بغات تعرف العبارات ديال القب. راني حاطه الفصاله ديالو، الطريقه ديال الفصاله وكيفاش تحطي العبارات. هنا غادي نحطو هكا على هذا الشكل،
هذا هو القبض ديالي. صافي دابا سالي الصاله ديال الجلابه، ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الخياطه. غندير لها داك الكانو بحال هذا ديال الجيلاتين، ندير لها بحال هذا في الكحل، وان شاء الله تشوفوا الطريقه ديال الخياطه ديالها. راه حتى هي سهله، دغيا كتخيط ربع ساعه ان شاء الله. هنايا راه كنت بغيت نصور معكم هذا السطوك كيفاش كنلصقوه، راني نسيت هنا حتى خيطته وساليت، عاد تفكرت بانني خصني نصور هذه الجلابه معكم الخياطه ديالها. هنا راه صاوبتها، ولكن غادي نوريكم كيفاش نلصقوا الجيلاتين في الكمام. الكمام بقى ما خيطتهمش، ونفس الطريقه بحال غير هنا في الطوق راه كنصاوبوا لها، كنديروا داك المثلث كيجينا بحال اللي كنديروا في السفيفه نيشان. هنا غادي نوريكم، بديت هاد الكانو ديالي من هنايا كما كتشوفوا، راه ما كيجيش باين هاد الملاقيه ديالو، كنحطوا هاد الجهه من هنا وكندوروه كامل وكنجيبو عاود وكنلاقيو من هنا. ملي كنوصلو هنا كنقطعو، ما كتجيش داك الملاقيه باينه. هنا راه درت لهاد الكانو في الكحل باش ما يجيش هكا باين بزاف. المهم جاي هاد البريو ديال الكحل جاي زويون كما شفتو هنايا. صافي كنبدا من هنا، منين وريتكم من هنايا كنحطو كنقادو بالبانكات ونهبط من هنايا. كنطراسي شحال غادي ندير في الهبطه ديال السطوق. انا هنا درت 28 هنا في الهبطه. كنوصل لهنايا، هنا فين علمنا فين غادي نحبسو داك نص الطوق ديالنا، وكنطويوه كنجيبو على هذا الشكل، هذا كنديرو له على هذا الشكل كما كتشوفوا هكا. كنكونوا هابطين من هاد الجهه، كنوصلوا لهنايا وكنطويوه باش كيعطينا داك الشكل ديال المثلات هكايا. صافي وكنولي نطلع عاود مع الجهه الاخرى، كنولي نطلع مع هاد الجهه هادي عاود وكندورو هكا على القب حتى كنوصل للبدايه فين بديت. صافي وكنشدو داك الساعه بالبانكات ونولي ندير له الميكوا، نجيب الحداده تكون سخونه ندير عليها هكا شي زيف شي قطعه ديال الثوم، وعاد كنحط داك الساعه الميكوات وكنبرك مزيان وكيلصق. ملي كيلصق لي كنولي نعاودو بالخياطه، ما كنخليش غير الميكوات بوحدها باش ملي يتصبن ولا هذا ما يتحيدش، يبقى دائما تلبس مولاتها فيها بزاف. هنا راني خيطتو كما كتشوفوا هنايا، الا كتبان لكم الخياطه راني خيطتو. نتمنى تكونوا فهمتوني هنايا، واسمحوا لي هنا راني نسيت. هنا دا غنوريكم الطريقه في الكم. جبت الكم ديالي ودرت له لوغلي، طويت هكايا نص سنتيم لداخل، وليت طويت سنتيم واحد اخر وطويتو اللوجه ماشي اللقفه باش يجيني فيني من الداخل. هانتي هذا هو اللقفه ديال الثوب وهذا الوجه، انا طويتو بحال هكايا، طويتو هكا اللوجه ودوست له الخياطه. دابا غادي نحط هذا الجيلاتين ديالي هكا، حتى من الخياطه اللي غادي نخيط بحسب هذا مي غادي نديرو جهه على جهه، ما يجيناش غليظ وتهرس لنا لي برا فيه. كنخلي داك هنايا داك سنتيم ولا جوج شحال ما كنتو مخليين. صافي كنجيبو على هاد الحاشيه ديال الكم، كنجيبو على الحاشيه من هنايا كنحط هاد الجهه هادي. قادو هنا مزيان، عاد حطو الميكواس لحقاش الا سقنا عوج غنوليو خصنا نوليو نحلوه، وما كيبقاش داك الجيلاتين كيولي يشد فيه المره الثانيه. تبركو هكا مزيان عليه باش يشد مزيان. انا واخا هكاك راه كندوز له الخياطه كما قلت لكم باش يشد مزيان. كاين اللي كيدير له غير الميكوات ما كيعاودوش بالخياطه.
صافي كما شفتوا هنايا راه لصق. ها انتي راه كيلصق غير هو مع الصابون مع الاستعمال بزاف راه يقدر يطير يقدر يتحيد. ها انتي كما كتشوفوا هنا غادي نعاود له الخياطه. هنا راه كندير الغرزه كنديرها فراق مربعه وكنمشي غير بشويه الغريزات غير بشويه باش ما كتهرسليش الابره في هذا العقيق. هذا كنمشي غير دقه دقه كنولي ندور معاه مع الجهه الاخرى كما كنديروا في الخياطه ديال السفيفه لا ديال داك الدونطي. هنا كما شفتوا راه سقطو طلعت معاه مع هاد الجهه وليت رجعت من هنايا المره الثانيه باش يلصق مزيان. كيجي من هنا من الظهر كيجي فيني ومن الامام راه لاصق مزيان. هذه هي الطريقه ديال التلصاق ديال هاد الجيلاتين. هنايا غندير لها واحد الطريف هنا في الكتاف ديال الاضافه وصافي. اللي بغات ديرو مبغاتيش ما ديريش ديري غير القب والكمام. هنا مولاتها قالت لك ديري في الكتاف. غادي نقطع هنا القياس ديال الكتاف ديالي على هاد الخياطه نيشان ديال الكتاف هكايا وغادي نقطع هنايا. كما كتشوفوا هاجي على هاد الشكل. هذه هي الطريقه نتمنى تكون عجبتكم. راه الخياطه ديال كيفاش المونطي والجلابه راني حاطاها معاكم شحال من مره. المونطي والكتاف والكمام وداكشي راه عندي بزاف ديال الفيديوهات كيفاش المونطي والبياسه كامله. هنا بغيت انا نوريكم غير هذا الكانو كيفاش كيلصق. انا وريتكم الطريقه كيفاش نتمنى تكون عجبتكم وتكون سهله طبقوها. هنايا كما قلت لكم ديروا ليبره فراق مربعه وتمشيو غير بشويه تحاولوا تمشيو غير بشويه لحقاش ليبره راه كتهرس في هذا العقيق هذا. ولا الا ما بغيتوش ديروا بالماكينه كلكم ترتقوه بيديكم ديروا خيط كحل وليبره والخيط وتحاولوا تمشيو هكايا في الوسط ديالو راه ما كيبانش الخيط فيه. تمشيو هكايا ترتقوه مزيان بيديكم وصافي. هذه هي الجلابه ديالنا نتمنى تكون عجبتكم. هنا راه القب دوبلتو انايا درتو على جوج حيت كنبقى لي الثوب فصلت جوج قطع ديال القب ودرت باش ما يجيش هنايا داك الخياطه من الداخل وفي نفس الوقت كيجي زوين كيجي القب عامر ما كيجيش خفيف. هنايا كيفيني لي حتى هاد الخياطه اللي هنايا كتفينيو به داك كتخيطو قطعه وحده كتخيطوها مع الثوب هذا القطعه الثانيه كتخليوها كتفينيو بها من هنايا صافي. هذه هي الجلابه ديالي نتمنى تكون عجبتكم طريقة ديال الخياطه ديال هاد الكانو. اللي اول مره كيشاهد القناه ما ينساش يدخل يدير لنا اشتراك ويدير جيم ويخلي لنا التعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.